اللي حصل ان احنا كنا واقفين قدام مدرسه الطبيه بننزل البوسترات بتاعت الانتخابات، فجاه لقينا ضرب نار شغال في شارع مسار هنا في الحته اللي احنا واقفين فيها دي. بس فجينا على صوت ضرب النار والاهالي استغاثوا بينا، جينا سمعنا صوت ضرب النار لقينا الناس بتشتبك مع بعضيها، بودي جاردات بيشتبكوا مع سواقين التكاتك، جينا احنا نخش نفض ما بينهم لقينا بيضربوا علينا احنا نار. فابتدى التعامل بقى بينا ان هم يضربوا علينا واحنا نضرب عليهم. فرد من عندنا الله يرحمه الشهيد احمد عبوله وقع، واحنا برضو تعاملنا معاهم، هم قعدوا يضربوا علينا احنا قعدنا نضرب عليهم، ووقع واحد من عندهم عرفنا نسيطر على واحد منهم وفي اتنين هربوا. بس الاتنين اللي هربوا يعني واحد فيهم برضو قعد يضرب بالنار بس ما عرفش كمل جري برضو. انا في كميه اسلحه بنشوفها غريبه، امبارح الناس اللي كنا بنتعامل معاهم ماسكين اوالي غريبه غريبه الشكل، القالب بطولي فعلا مش ببالغ في الكلمه بطولي، انا مش عارف حتى المنظر مخيف، انا خايف اتعامل معاه تحصل مجزره مش فيا انا في الناس اللي واقفه في الشارع. ان شاء الله في خلال يوم او يومين هيكونوا موجودين ان شاء الله.